بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم اعزائي المتابعين، نعود معكم من جديد، معكم اخوكم الصياد الحداق حميد دشت ابو اسماعيل. اليوم التاريخ 5/5/2023، اليوم يوم الجمعه، ونقول لكم ايضا جمعه مباركه. اليوم موضوعنا موضوع بحري. اليوم راح نتكلم عن الاخطاء اللي تحصل مع البيت كاست، اللي هو بيت كاست ريل، هذا الماكينه الجديده او الجيل الجديد. دائما مع الكاست تحصل هذه المشكله اللي هو الباروكه. كيف أحل هذه المشكلة أو كيف أحلها؟ من أفضل أني لا أقطع الخيط، يعني لأن الخيط هذا الحرير يكون دائما الليدر غالي، ثمنه غالي، فما يحتاج أقطع. كيف أحل هالمشكلة هذه؟ الطريقة أعزائي المتابعين جدا سهلة، بأنك أنت تفتح الفرامل هذا، تنزل تحت وتسحب الخيط من هنا من الباكرة، دائما تسحب شوي، تقوم تخرج الخيط من البكرة بهذه الطريقة، تسحب لفوق وتفتح. يطول معاك شوي بس مو مشكلة، انك انت راح تحل هالمشكلة هذه، مشكلة الباروكة او الشرباكة بهالطريقة. شوفوا، تسحب من هنا من الباكرة، تسحب هذه الشرباكة او العربك بهذه الطريقة، وتسحب من هنا، تسحب من برا حتى يفتش معاك، حتى تنحل هالمشكلة كلها. أفضل إنك تقص الخيط وتخسر الليدر، الليدر يكون ثمنه غالي بهاي الطريقة. تسحب تسحب. طول شوية مو مشكلة، بس المهم أنت ما تخسر الليدر، ما تخسر الخيط. لهذه الطريقة شوفوا أعزائي شلون قاعد يفتش معاي، ما شاء الله تبارك الرحمن. هذه طريقة سلسة سهلة، عليك بس تبطل هذا، تسحب من البكرة، اسحب شوي شوي، شوي 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 شوي. طبعا ضروري تحط بهامك هذا المكان على البكرة حتى لا يرجع مرة ثانية شرباكة. يبي له صبر اعزائي الصيادين، والصياد طبعا معروف انه صابر يصبر. شوفوا فتح معاي ما شاء الله. الحين شو اسوي؟ اقفل واقوم الف ولم الخيط الزايد. هذه الطريقه اعزائي جدا جدا سهله، يبي لها صبر شوي. شوفوا فتش معاي الباروكه او الشرباكه، فتش معاي ورد خيطي طبيعي. طبعا من الاخطاء اللي تسوي الباروكه انك انت مع الكاست ما تحط ابهام، ما تحط ابهامك في هذا المكان. لازم دائما تخلي ابهامك مثل الابهام هذا يكون يعني مثل فرامل، تمسك بالبكرة وهي نازلة الكاس لما تحفه، بس الميرور يوصل على سطح الماي انت تحط بهامك عشان لا يتشربك، عشان الخيط لا يفل. وايضا لازم تعير شو اسمه
هذا الفرامل مع وزن الميرور، وايضا مثل ما قلنا احنا هذا الفرامل ايضا تعير فيها البكره. فهذه الثلاث امور انت تقدر تسيطر ان ما يصير عندك شرباكه او الباروكه. وان شاء الله اعزائي عجبكم هذا الفيديو، ونقول ان شاء الله اهل البحر يعيشون. اخوكم حميد صياد، صياد حميد اشتب اسماعيل، مع السلامه.